معظمنا حافظين كان وأخواتها من قبل كده، اللي هي مين؟ اللي هي كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات، صار، ظل، ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، ما انفك. حلو كده. لو انت بتوه انت ممكن ترتبهم وقت. كان دي اول واحدة، الوقت بنبدأ اليوم الصبح، بعد الصبح يا اولاد وقت ايه؟ وقت الضحى، يبقى اضحى. بعد الضحى امسى، المساء، بعد كده بات، نام، بات. تمام. وبعدين نكمل بقى، يبقى كان، اصبح، اضحى، امسى، بات، صار، ظل، ليس، ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، ما انفك. دي اول حاجة حضرتك هتعرفها في كان واخواتها، هتحفظ الكلمات بتاعها اللي هي كالتالي قدامك. يبقى دي كان واخواتها، كان، اصبح، اضحى، امسى، بات، صار، ظل، ليس. تمام. ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، ما انفك. كده تمام قوي وزي الفل. ادي كان واخواتها. ايه المعلومة التانية؟ خلاص بعد ما احنا عرفنا كان واخواتها، المعلومة التانية هنعرف ان كان واخواتها